أعجبك أم لم يعجبك؟ هذا رأيي بكل صراحة. هذا ما يقوله بعض الوقحون أثناء رجمك بأفكارهم ومعتقداتهم، ظناً منهم أنهم يتكلمون بصراحة مطلقة. ومع أننا لا ننكر أهمية أن يكون الشخص صريحاً في كلامه، لكن ومع عدم مراعاة مشاعر الآخرين، فكل ما سيبدو من كلامك هو الوقاحة وعدم الاحترام. أعتقد أننا جميعاً قابلنا ذلك الشخص، تتعرف عليه فيخبرك أن الناس لا تتقبله، ويستمر أحبابه عنه بالرحيل مدعياً أن مشكلته في صراحة لسانه، وأن من يخالفه هو إما منافق أو كذاب. وفور تعرفك عليه أكثر ستجده عين الوقاحة بذاتها، فهو يرمي الكلام دون ميزان أو احترام للمقابل. فالصراحة شيء جميل بين الأصدقاء والمقربين، كالتنبيه على بعض التصرفات بهدف النصح والإرشاد، وتكون عادة بينك وبين الشخص بمفرده. أما الوقاحة فهي الانتقاد أمام الآخرين بهدف الإحراج والتجريح. غير ذلك عليك أن تتذكر أنك لا يجب أن تتدخل فيما لا يعنيك إلا إن طلب أحد منك نصيحة. فمن الوقاحة أن تتدخل بأمور عائلية تعرفها عن صديقك، وأن تحشر أنفك فيما لا يخصك. فإن لم يطلب أحد رأيك لا تحاول عبثاً أن تتظاهر بالصراحة، وحافظ على خصوصياته كي يقوم هو بالمقابل باحترام خصوصياتك. علينا أن نفرق جيداً بين الصراحة والوقاحة، فخيط رفيع يفصل بينهما، وكثيرون منا يقعون ضحايا لألسنهم أو ضحايا لألسن هؤلاء الأشخاص. كن صريحاً كما شئت، لكن تعلم أصول الموضوع، وضع دائماً بالاعتبار أهمية مراعاة خصوصية وحساسية الطرف الآخر. فأساس العلاقات البشرية هي الثقة والاحترام، وبدونهما لا يوجد أي معنى أو جدوى لهذه العلاقة.